قصص ابوك معلق الحياه ذوني، يا وقلت حللت انا والكلام داير قصص واقع من الحياة الأعمال مع يا الدكتور روحي جنى، الدكتور وانت هاجر يا زينب ابو زينب، الدكتور ليه عبد الموجود، سيد يا أحمد عبد ابو الحبيب. تام الفهم ايش وحل في الفهم عشان يعلق بهايم ضر يا ناس تانية يعني. فهم تاني اه شغال عندهم يا ودي الحلزونة بتاعتنا ايوه دي. بقى اه ايوه اه والحلزونة بتاعتنا والبايم بتاعتنا اللي شغال. هي الحالات انا للكل، بس اه ايه اللي فاهمنا اللي شغاله في ارضنا اه رحمة ده يا ابوك في الساعة الكودة بتاعك دوت وجاي ينزل فوقه وامه كانت يقول يعني ليها فرقة كبيرة اه الكلام، اه راحت ماسكة البتاعة من ايد ابوكو يا الاول في ايدي هتموت ابنها الوحداني والوحداني، قال لها من الغلطان قايلتلوش ده خلاص. احنا والله ما احنا شايفينها هتموت ابنها عشان لا بيحل لك البهايم بالحلالوني، امال يعني بيقطع الارض. وراحت واخدها ابنها والبهايم مش ومش بتاع الدار اسمه اللي كانت تريح اولاد الدار اه العائلة وراحت مروح، المفروض اما الارض تشرب تخلص. يعني ايه الناس كانت اكتر غمها على الحلالونات دي الارض كفنا شرهم يا رب، اصل بدل الارض بتشرب يصبر على ما الارض تخلص، مش يقطعها تنشف ولا. فهم هتحمي البيت، فهم خايفة واحدة تحمي البيت. اه بيحليه خير. هو أبوك خايف على البيت هيعرف البلد اه نام. بتعن. اه جه عليه بالبتاع وهيقفه في دماغه وراحت الوليه مسكاهي اه وقالت له أنت هتموت ابنها علشان يقطع الأرض وتحط. والله ما احنا سايبين من الأرض. قال لها من اللي غلطان؟ قالت له قال لها خلاص امشي. اما يموت يروح في ده. ربنا يكفينا شر البلاوي ويسترهم علينا في الدنيا والآخرة، ربنا يرحمنا برحمته الواسعة. ايه ما نعرفه ايه ما ينشال اللي عندنا الا على الارض. اللي يمس ابوك ايه عليه التانيين علي الافندي ايه اللي هي خطكم جوه شوي. يلا ربنا يديك الصحة. كنا مبدلين ايه ربنا يديك الصحة، وعلي يلا ربنا يديك الصحة وبارك فيك. نادى هل يا ابو علي قال له انا جاي في الطريق يا ابني يا اه وبعد ما قال سعد معانا ربنا يديك الصحة ماما، قول له ربنا بس حط الناس كده تحزن بقى لابد ده بس هكون قاعدين تحت رجليك وده جاي يحل اللي دايرين. أمي برضه تقول كنا في الدلالي استمعوا قصة تانية.